يقول: هل يستدل بقصة أبي طالب على عدم جواز مخالطة أهل البدع؟ نعم، لأن أهل البدع يدعون الإنسان إلى الشر ويمنعونه من الخير، فإذا أراد أن يستمع مثلا وجد شريطا لفلان من أهل العلم، للشيخ صالح الفوزان مثلا حفظه الله، وقال لهم: اليوم سمعت شريطا لشيخ، وقال له الشيخ صالح الفوزان ما شاء الله طيب، يقول: لا لا تسمع له، هذا جامي، هذا مرجئ، كذابون. هؤلاء دعاة إصلاح، الشيخ صالح، الشيخ محمد أمان الجامي، دعاة إصلاح، دعاة خير، دعاة توحيد، دعاة سنة.